السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سامر البقشي، وطبعا عندنا هالرجال الطيب من المبرز حي المسعود يسوي حلوة. حسوي هذه الوحدة بكم حبيبي؟ 15. وهذا شغل بيت طبعا، وما شاء الله للحسن يعني بدأوا يسوون الحلوة بشكل جميل. ممكن تفتحها بس خلينا نشوف الورينا شكلها كيف. لا هذا افتح لي مانجا تيمور مانجا، لا نبي حق التذوق، افتح دي عشان نجربها ونشوف ونعطي الناس راينا فيها مباشر على طول. حطها من عقب غيره بعد اذنك. طبعا الاضاءة شوي ضعيفة شباب، سامحونا شوي لان الظلمة. نجرب حلوة حسوي زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا والله طيبة بصراحة، عجيبة. هذا بس الفيديو زي ما انتم شايفين. كم ابويا زين، لو في عندك رقمك للطلبات ولا شيء. الاسم الكريم حبيبي حسن الدالوي. حسن الدالوي. رقم جوالك 5. نعم. 4-5. نعم. 8-8-9-2-5-8. الله يرحم والديكم. هذه هي الحلوة ما شاء الله. الوزن كم؟ نص كيلو. هذا نص كيلو زي ما انتم شايفين، وصراحة طعمها لذيذ، يعني طعم الزعفران واضح فيها. فالله، والمكسرات جديدة ما شاء الله. فالله يعطيك العافية، ورقم الجوال راح تشوفونه في الأسفل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.